طيب نشوف. بتخافي النوم بمفردك ابدا؟ شو أول عقاب تعاقبتيه وليه؟ أول عقاب انحبسنا في الغرفة عشان أتذكر إنه كنا بنغيظ أمي وبنقولها كلام مو حلو. بعدك بتحضري أفلام كرتونية، الأفلام حقت وولد ديزني. من شو كنتي محرومة أنت وطفلة؟ ما انحرمت من أي شيء أبداً. من شو بتغاري من غيرك؟ ما بغار، ودائماً بقول هذا الشيء، إنه دائماً بشوف ناس مثلاً ممكن تركب سيارات أحسن مني، ممكن تلبس أحسن مني، في بيوت أحسن مني، عمري ما بغار من هذه الأشياء. من شو بتخجلي؟ ولا شيء. العطر المفضل يعتمد على إيش اللي طالع موضة. فيلم أبكاكي، أي فيلم فيه افترى على أحد ضعيف سواء كان طفل أو كبير بالعمر أو حيوان هذا يقهرني. حقيقة لا يعرفها عنك أحد؟ ما أعرف. شو رح تعملي بالليل؟ حروح أنام.